مشاهدينا الكرام، نحن في هذه الحلقة نشوف هذا الطيران الشراعي. شوف كيف الجمالية يارسين يطيرون في هذه السماء الرائعة هني في تل مرعب ومهرجان لواء 2023. نشوف أحد الشباب اللي موجودين هني يوضحون لنا عن هذه الرياضة وكيف ياسين يمارسون هذه الرياضة في هذا المكان الرائع. السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ شو أخباركم؟ مرحبا، كيف الحال؟ نعم الله يطول عمرك. تعرف عليك؟ أحمد السعيد. كيف الحال شباب؟ نعم الله يطول عمرك. يا مرحبا، انتم شفناكم الحين طيرتوا هذا الطيران الشراعي. اي نعم. كيف يعني جالسين تمارسون هذه الهوايه في هالمكان الرائع؟ والله الهوايه لها سنين. من تقريبا 8 سنين ونحن نمارس في العين. الهوايه بدات تو تنتشر في الامارات. واشوف الحكومه الحمد لله بدات تدعم هالامور. ما مالك الحال. انتم اخترتوا المكان هذا تل مرعب عشان تطيرون هني في الاجواء هذه الرائعه في هالحفل في مهرجان لواء 2023. محفل كبير طال عمرك، لازم كل واحد يشارك باللي يعرف. نعم، هالدرجات ونحن باللي نعرف. يا مرحبا، تشرفنا بوجودكم اليوم معانا في برنامج عدسه لواء. نحن عدسه لواء خلال هذه العدسه نشرح للجمهور اللي يارسين معانا ان الكل يارسين يستمتع لمحبي الهوايات. الحين بينزل العلم الكاميرا على العلم، اليوم بينزلون علم نشوف علم تشلة طائرة شراعية. حلو، اليوم نشوف أكبر علم تشلة طائرة شراعية. شوف يا مشاهدنا، شوف كيف جمالية هذا العلم. ها شوف العلم، الله، يعني شيء مميز في هذا المكان الرائع. نحن في مهرجان لواء 2023، هذه الإثارة مع الناس المحبين لبعض الهوايات. نشوف هذه الهواية، طيران الشراعي في هذه السماء الرائعة في هذا الجو الرائع في تل مرعب. شوف يا مشاهدنا عبر عدسة لواء، وهذا هو الصح. متواجدين في هذه الاجواء الرائعه، نشوف هذه الاثاره، نشوف توافد الجمهور متواجدين معانا. نشوف هذا الجمال، نشوف هذا الباص بيج. باص لواء. شوف اجواء الجمهور متواجدين معانا بهاليوم. ياس لواء. مشاهدينا الكرام، نحن نشوف توافد الجمهور متواجدين هنا معانا، معانا اجانب، معانا من كل مكان متواجدين هنا في هذا المهرجان الرائع، مهرجان لواء 2023. مشاهدينا في هذه الحلقه نحن نكمل هذه الاثاره مع هذه الحلقه من عدسه لواء. عبر عدسة لواء، وشكر خاص لنادي لواء الرياضي لتقديم هذه الهدايا مقدمة من نادي لواء الرياضي. نحن نشوف الجمهور متواجدين هنا معانا ونكمل هذه الحلقة من عدسة لواء. هلا هلا، كيف الحال؟ مشاهدينا الكرام، نحن نشوف هذا المكان الرائع، نشوف توافد الجمهور ليارسين المحبي هذه الأماكن الجميلة وهذا المهرجان الرائع. تعال تعال قرب، تعال نشوف اللي موجود هنا معانا، نشوف معاهم بعض اللقاءات، نسألهم بعض الأسئلة، نشوف ما في أحد بيخسر
ما في احد بيخسر، بيكون معانا عبر عدسه لواء. نحن مكملين، نشوف متواجدين معانا. يلا مشاهدين الكرام، نكمل هذه الحلقه عبر عدسه لواء. متواجدين امام هذا التل التجريبي، نشوف تواجد الجمهور. قلنا نسالهم بعض الاسئله، نشوف بعض المعلومات، هل هاي المعلومات موجوده معاهم. ونحن نتوجه الان الى احد المتواجدين هنا معانا، نشوفهم، نشوف تواجدهم. بحيه، سعد لي جوك، يا مرحبا، ما عليك. زين، نشوف بعض الناس متواجدين معانا. السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله. شو اخباركم؟ الحمد لله. شو حالكم، طيبين؟ الحمد لله تمام. يا مرحبا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا. من وين ما شاء الله؟ من السعودية. ما شاء الله، منورين من المملكة العربية السعودية، منوريننا في هذا المهرجان، المهرجان رائع، مهرجان لواء 2023. ونحن متواجدين امام هذا التل التجريبي، نشوف احد العوائل متواجدين هني. يعني طبعا انتم هذه اول سنة هني متواجدين ولا قبل كنتوا موجود؟ اول سنة. اول سنة، شو رايكم في المهرجان وشو رايكم في التنظيم؟ تنظيم ولا اروع. نحن عبر عدسه لواء، برنامج اسمه عدسه لواء. نحن بقى، انتم شعوركم اللي شفتوه، جيتوا وصلتوا، شفتوا التنظيم، شفتوا الاشياء اللي هنا، شو تقولين للجمهور اللي ياسين يشوفون؟ نقول تعالوا حتستمتعوا. تعالوا حتستمتعوا، والله حتستمتعوا. مشاهدينا الكرام، نحن متواجدين في هذا المكان، خلاص نحن نقدم لهذه العائله، نقدم هديه مقدمه من نادي لواء الرياضي، هذه هديه مقدمه من نادي لواء الرياضي. وكذلك في استيكرات صغيره حق التلفون، هاي نقدم لكم اياها ذكرى تكون موجوده. هاي الاستيكرات حطونها في التلفون، تكون ذكرى من المكان اللي جيتوا عليه. شكرا، يعطيكم الصحه والعافيه. ويعافيك يا رب. مكملين مشاهدينا الكرام في هاي العدسه، عدسه اليوم، مكملين نشوف تواجد الجمهور، نشوف الناس متواجدين معانا في هالمكان الرائع. شوف كيف توافد، شوف الدنيا، والله يعني المهرجان شيء لا يعلى عليه. شوف الشباب اللي عندهم دراجات طالعين دراجات، اللي عنده اي هوايه يجي يمارسها. شوف العوائل، مكملين معاكم في الحلقه. شوف، تعال شوف هنا الشباب، تعال شوف الشباب هني، وينه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه، كيف الحال؟ طيب الله يعافيك. حالكم؟ خير وسهله. يا مرحبا وسهلا. يا هلا يا هلا. نحن معاكم من عدسه لواء، برنامج اسمه عدسه لواء. نحن نشوف الشباب المتواجدين هني، نشوف العوائل المتواجدين هنا، نشوف يعني انت كيف، شو الدافع اللي خلاك تي وتي تشارك هنا؟ والله يعني نتمشى في المهرجان، نطالع الاجواء، نقطع وهذا والوناسه يعني. يعني تقدر تي تستانس وتستمتع بطريقه امنه هنا في هالمكان الرائع؟ نعم نعم، طريقه امنه، والحفل مرتب من صغيره وكبيره. يعني انت هذا اول سنه تي هنا ولا كنت موجود هنا قبل؟ لا والله كل سنه هنا. كل سنة. نعم، وكل سنة يعني سوى أحسن عن قبل. شكرا شكرا الغالي، شرفنا عبر عدسة لواء. تعال من هني، تعال 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 نكمل. نشوف بعض الأطفال ياسين يلعبون تحت التل، نشوف تعال نكمل، نشوف في أطفال ياسين تحت هني يلعبون مع أهلهم جايين، ياسين يلعبون، يعني يجيب عيالك وخليهم يلعبون يستمتعون. السلام عليكم، كيف الحال؟ تعالوا عندي تعالوا عندي تعالوا عندي، أشوفكم شو تسوون. كيف الحال؟ خير الحمد لله. من اسمك؟ ابراهيم. جالس تلعب هني وتشوف الناس ياسين يطلعون فوق وهذا، انت تلعب وتشوف صح؟ ايه. من وين انتو؟ من ابو ظبي. جاي من ابو ظبي؟ ايه نعم. انت من اسمك؟ يوسف. كفو يوسف، من هالحلوين، انت من اسمك؟ اسمي غاليه. غاليه، وانت غاليه، وانت من اسمك؟ شيخه. شيخه الحريم بعد هني، وانت من اسمك؟ لطيفه. لطيفه، شوف اللطافه كيف؟ كيف الحال، ايش حالكم، مساكم بخير، يا مرحبا وسهلا. انتم اليوم جايين هني مهرجان لواء صح؟ ايه. هذا المهرجان اي نادي اللي سوى هذا المهرجان؟ نادي لواء ولا نادي العين؟ لواء. نادي لواء؟ ايه. صح. خلاص نحن نقدم لكم هديه، تاخذون واحد ستيكر حق ابوكم، اوكي؟ زين؟ انت اوكي؟ بعد هذا حق ابوك، ايوه، انتم بعطيكم ستيكرات صغيره. انتم بعطيكم ستيكرات صغيره، اوكي؟
ستيكرات صغيرة تلزقها في الآيباد، أوكي؟ ها هاي ستيكر صغير تلزقها في الآيباد، أوكي؟ عشان ما تنسى ليوا 2023. قول ليوا 2023 صح، قول هذا هو الصح. هذا هو الصح، هذا هو الصح. مع عدسة ليوا مشاهدينا ما زلنا مستمرين معكم بهالموسيقى الجميلة وهالأجواء الرائعة مع هالجمهور المتواجدين هني، وهذا هو مهرجان ليوا وهذه فعالياته. نشوف نكمل معكم بهالحلقة الرائعة وهذا هو الصح. شباب شو تعالك انت بخير؟ اسعد لي جوا بيهني بيهني سعدان. تعالك انا بخير والحمد لله. دوم ان شاء الله تكون بخير. ايه حالك؟ انا بخير. هذا نيسان فتك والله. ايه انت تحب النيسان؟ ايه طلعون فوق. ايه هذا ليوا. هذا ليوا. ايه ايوه. حالك طيب؟ انا بخير. يا مرحبا يا مرحبا والله فيك. انت يا عند اهلك هني؟ المكان حلو؟ ايه. كم يوم يارسين هني؟ احس لين في الليل. الليل يا ايه. كفو عليكم والله، يبتوهم هني وخليتوهم يستمتعون. كيف الحال؟ خير ونعمه. ربي يسلمك يا مرحبا. كيف خير؟ خير ونعمه. مرحبا. من وين انتم جايين؟ من دبي. من دبي. شو اجواء مهرجان ليوا؟ والله الحمد لله ثالث مره ايها في الموسم هذا، يعني اجواء حلوه. رايح راد على الطريق. احبابك يا رب العالمين، وشرفتونا ونورتونا في هالبرنامج، برنامج عدسه ليوا. نحن نقدم لكم هالستيكرات. هاي ستيكرات حقكم، ستيكرات اوكي. ها ستيكر حطونا عندكم هالستيكر اوكي. انت بعطيك حق الايباد اوكي، بعطيك حق الايباد بجيب لك الحين. زين ها خلاص خذ هذا انت اوكي. يلا يوم سعيد وامسيه جميله. مشاهدينا الكرام، نحن نشوف العوائل يارسين بهالمكان يعني الرائع. سواء عندك عائلة سواء بروحك تقدر تي وتنبسط وتجلس هني وتستمتع بهالاجواء الرائعة. مستمرين معاكم بهالبرنامج الرائع من عدسة ليوا وهذا هو الصح. مشاهدينا نشوف تواجد الجمهور، شوف مع الشباب المتواجدين هنا تحت هذا التل، الاستعراض الرائع الجميل التجريبي اللي ناس ياسين يجربون هنا. نشوف الشباب تعرف عليهم. كيف الحال؟ الله يعافيك. ايش حالك؟ من الريال عارف مبارك الربيعي. والله والنعم عارف، يعني انت بتواجد هنا في هالمكان في هذا المهرجان، مهرجان ليوا 2023. انت هذه اول سنه هنا ولا كنت موجود قبل؟ لا والله كل عام نحضر هنا. عام موجود. نعم. شو رايك بالترتيب والتنظيم السنه؟ هذه السنه غير ما شاء الله، الله يطول عمر الشيوخ ويطول عمر الشيخ حمد الزايد الله يحفظه ويطول عمره. السنه هذه ترتيب عالمي. عالمي احسن من السنه قبله، ان شاء الله كل عام احسن. كفو عليك يا عارف. كفو طيب. شرفنا بوجودك معانا في عدسه ليوا ونحن مستمرين في هاليوم الرائع. ربي يحفظكم، ربي يحفظكم. تحت الله تحت الله. عبر البحار لتهجير القوارب واليخوت. الله الله عليك ابراهيم الزعابي. ايش حالك؟ عساك بخير. شوف هاي السياره الجميله ابراهيم الزعابي هني، انا تستمتع في هالجو الرائع. زعابي علومك؟ علوم طيبه. وليوا غير، هالموسم غير. الله عليك. زعابي طبعا بسيارته هاي المميزه، دائما انا اسمع شباب يقولون هناك شفنا ابراهيم مار، شفنا ابراهيم عنده هالسياره المميزه. ابراهيم نحن عبر عدسه ليوا في برنامج عندنا عدسه ليوا. كل عشاق البر من خلال عدسه ليوا حياكم الله في مهرجان تل ليوا تل مرعب. حلو يا مرحبا. يا مرحبا. شرفنا ابراهيم. يوم سعيد وامسيه جميله. اسمع كيف الشباب، ويوم مميز ولعيون الدرعي. ربي يحفظك ربي يحفظك. مشاهدينا الكرام، نحن لو نوفي ما نقدر نوفي لو كل يوم نرسل صور هذا المكان الجميل الرائع. شوف الجمهور كيف تواجدهم.
لا تتأخر، تعال وشوف الونازة، شوف الشباب، تعال وغير جوك مع هذا المهرجان الجميل. وصلنا مكملين في الحلقة الرائعة، نشوف نتعرف عليك. معك ابتسام المازمي. ابتسام المازمي، نحن عندك من عدسة ليوة، نحن في عدسة ليوة نبي نوضح للجمهور عن الجو اللي انت هنا الحين موجودة اليوم مهرجان ليوة 2023، نبي الجمهور يعرف شو الأشياء اللي موجودة هنا، شو الفعاليات اللي موجودة، يعني خلي الجمهور يعرف، وضحي لهم عن الأشياء اللي ياسة انت هنا تواكبينها وتشوفينها في هالمكان الرائع. ليوة دائما تنظم فعاليات وترتب الفعاليات وتكون لها جدول يوميا، يعني تحطي تعرض على السوشيال ميديا والكل عارف بالجدول اليومي، لكن كتنظيم كل سنه افضل عن السنه اللي عقبها، لان في بعض الناس ما وصلهم هذا الشيء. نحن عبر عدسه ليوة نبى عن طريق مثل الموجودين هنا نحن نوصلهم هاي الرساله. انت كل سنه تكونين موجوده هنا؟ والله هاي السنه الثانيه انا موجوده، ما اقدر اتكلم باي مواضيع ثانيه، هاي السنه الثانيه اللي انا. زين، شو الدافع اللي خلاك ترجعين تين السنه الثانيه؟ والله لان انا من عشاق التزويد والسيارات هذه، فاحب دائما اطالع على تزويد السيارات. انت مشارك باي من السيارات؟ عندك سياره؟ شو سيارتك؟ زين، لا انا عندي جيب. من دام عندك جيب يعني انت اكيد محبين الرمل ومحبين هاي الاجواء. شرفنا فيك يا المازمي. تسلم يا اخوي. هذه الحلقه من عدسه ليوة. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، شوفوا الناس، شوف تواعينهم، شوف تواجدهم في هالمكان الرائع، ونحن من عبر عدسه ليوة نكمل معاكم في هالحلقه الرائعه، وهذا هو الصح. شوف يا جمهور، شوف تواجد الناس متواجدين معانا، نحن عبر عدسة ليوة نشوف تواجد الجمهور، عائلة موجودين أمام هذا المكان الرائع. تعرف عليك؟ محمد الهاشمي. والله والنعم يا الهاشمي، كفو عليك، جبت العائلة وياين هنا، يعني الجو هذا عائلي؟ أكيد نعم، طال عمرك نستانس ونشوف الشباب، طال عمرك والترتيب الحلو هذا، طال عمرك وما يقصرون. الله يحفظ شيوخنا، والله يحفظ الشيخ محمد، الشيخ رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، والشيخ محمد بن راشد، والشيخ حمدان بن زايد، الله يحفظه على الترتيب هذا. يعني انت قبل جيت هني بروحك وشفت الجو؟ نعم جيت بروحي. مشاهدينا الكرام، تقدر تي اذا شفت الجو، يعني يهو وعاصر الوضع وشاف المكان هني وحب الجو، يعني دائما الانسان اذا شاف مكان حلو ويحبه يعني لازم يودي الناس اللي يحبهم، اهله وعائلته، يجيبهم يقول لهم تعالوا شاركونا، تعالوا شوفوا الفرحه هاي الموجوده. نعم اكيد هذا الكلام صحيح، طال عمرك واحنا جينا بعد نغطي وعندنا حساب البيت متوحد. طال عمرك، الله يحفظك، الله يسلمك، الله يسلمك. سعد لي ولدكم شارك؟ ايه زايد. برافو عليه. طال عمرك يا مرحبا. في اي فئه مشارك؟ والله ما ادري، بس هو قال لي باكر، يمكن باكر صح؟ هي والله والنعم يستاهل، فاله التوفيق زايد. ان شاء الله يفوز، قولي ان شاء الله يفوز زايد. ان شاء الله يفوز، امين. كفو عليكم، قولي هذا هو الصح. هذا هو الصح. هذا هو الصح. هذا هو الصح. هذا هو الصح مع عدسة ليوة.
المشاهدين الكرام نختم حلقتنا لهذا اليوم من عدسة لواء، نشوفكم في الحلقة القادمة، وهذا هو الصح.